كل عام وانت بألف خير يا سعيد. إيه؟ وإن شاء الله صيامك مقبول، على أمل أنك التزمت بنصايحنا بشهر رمضان، ويا ريت تكمل فيهم على العيد كمان. بس شكلك ما عم بتوقف حلويات العيد. إيه؟ بعد شهر من نظام غذائي مرتبط بالصيام، أجسامنا رح تنصاب بصدمة لما فجأة منغير هالنظام. وكتار بتصير معهم مشاكل بالجهاز الهضمي، مثل الحرقة وارتجاع المريء وعسر الهضم لما بيرجعوا لعادات أكل غابوا عنا شهر كامل. وأول نصيحة يا سعيد هي أكيد تجنب الوجبات الدسمة الغنية بالدهون والنشويات والكميات الكبيرة دفعة واحدة. حاول فطورك يكون خفيف وما يتضمن حلويات، والغدا يكون قريب على موعد الإفطار، وتدريجيا تقربه لموعد المعتاد. ومش غلط تبدأ وجباتك بسلطة والشوربة. وبشكل عام يا سعيد الأفضل تقسم أكلك أيام العيد على وجبات خفيفة كل 3 لـ4 ساعات. ورح جرب إلك يا سعيد تخفف الحلويات وتلبي طلب جسمك من السكر بالتمر والفواكه المجففة، بس بخاف ما تسمعني، فخفف قدر الإمكان، وتذكر أنه كعكة واحدة من كعك العيد بوزن 50 جرام ممكن تحتوي على 280 سعرة حرارية. كل عام وأنتم بخير، وعساكم دوم بصحة وسعادة.